السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه السلسلة المتميزة الجديدة بالفكر في قصة دواء. مش بس هدفنا إن احنا نحكي قصة دواء، نعرف تاريخه ونعرف أهميته واستخداماته وفكرته، لكن كمان هدفنا نعرف الدواء دوت إيه وبيتباع فين، وكمان نعرف إزاي نقدر نستخدمه بدون ما نحصل على أي أضرار. في قصة دواء هيكون عندنا أدوية كتير قوي وأفكار كتير قوي هندردش مع بعض عشان نعرفها كلها. تابعوا معانا إن شاء الله قصة دواء كل يوم أربع على الهواء مباشرة. النهاردة معانا ضيفين مميزين جدا ومنتج مهم جدا، اسمحوا لي أرحب بدكتور سامح مرسي المدير التنفيذي لوحدة التغذية الوظيفية لشركة دوركس لاب للأدوية. أهلا وسهلا دكتور أهلا سامح. بيك دكتور مختار ومشاهدي قناة الصحة والجمال إن شاء الله. دكتور محمد مجدي منسق علاقات التسويق بشركة دوليكس لاب للأدوية. أهلا وسهلا بك أهلا محمد. بحضرتك دكتور مختار. في حديثنا النهاردة في مصطلح جديد ومفهوم جديد، وده الكلام اللي احنا بنتميز بيه في برنامج قصة الدواء، ان احنا بنحاول نضيف معلومة طبية اهم من اي حاجة تانية. النهاردة في مصطلح جديد بنسمعه ومهم جدا ان احنا نوضحه للمشاهدين، وهو مصطلح التغذية والغذاء الوظيفي. مش بس الغذاء العادي اللي احنا متعودين عليه، لا، كلمه الغذاء الوظيفي. اسمح لي دكتور سامح انك تشرح لنا المصطلح دوت وتبسطه للمشاهدين. يمكن ببساطه، طبعا اول حاجه برحب بالمشاهدين واتمنى ان شاء الله النهارده ان هم يستفادوا من حتى فكره او الترند الجديد اللي هو بقى ماشي في العالم كله، فكره الفانكشنال فود او الغذاء الوظيفي. زي ما قلت ببساطه جدا، الغذاء الوظيفي هو الغذاء اللي بيؤدي وظيفه معينه، في وظيفه معينه بيعملها ايا كانت الوظيفه ديت، سواء كانت بيحسن صحه او بيعالج مشكله، بيعالج مرض، ده من خلال مجموعه من الانجريدينتس او مجموعه من المكونات الجديده اللي بتضاف على المنتج دوت عشان يقدر يديك مفهوم الغذاء الوظيفي، او ان انت تزود نسب المكونات اللي موجوده توصل بيها للحد اللي يؤدي وظيفه اخرى انت محتاجها. دي من كلمه غذاء وظيفي، يعني غذاء له وظيفه. بالظبط. يمكن في نقطه مهمه جدا، فكرة الغذاء الوظيفي جاء منين المصطلح دوت وامتى اول ناس تداولوه؟ طبعا يمكن كان بداية المصطلح دوت كان في اليابان سنة 1980، كان فكرة مشروع او بروجكت تبنته الحكومة اليابانية وابتدت تانفست فيه بشكل كامل، تستثمر فيه بشكل كامل. هو فكرة حاجة اسمها فوشيو، او النهاردة فود اوف سبيسيفايد هيلث يوز. فوشو انت بتتكلم ياباني؟ لا، هو ده المصطلح اللي هو اطبقوه فعلا، وده المصطلح اللي هم بيتكلموا فيه، والاستثمار فيه فلوس جامده جدا، وابتدوا ان هم ينموا المصطلح دوت على كامل هيئات اليابان. اوكي، من ساعه لما حصل كده ابتدى العالم كله يبص على ايه هو الغذاء الوظيفي، ايه هو مفهوم الغذاء الوظيفي، هيفيدني بايه، وابتدى بقى في ابحاث كتيره وفي كليمز كتيره، وبقى ترند كبير، ليه ناس ليه مريديه وليه ناس بيفكروا فيه وبيبقوا يدوروا جواه. ويمكن ابتدى الموضوع ياخد شكل اكبر بكتير بالتحديد سنه 2011، يمكن كان في مارس 2011، كان نيفادا يونيفرستي كانت سبونسر للمؤتمر الدولي التاسع للفانكشنال فود. انا بتكلم على مؤتمر بحثي في جامعه امريكيه. بالظبط. بتقوم بنشر الابحاث وتوعيه الناس بابسط واحدث ما وصل للمعلومات دي. بالظبط. يمكن المؤتمر ده كان اسمه المؤتمر الدولي التاسع للفانكشنال فود والكرونيك ديزيز، كانوا تناولوا فيه ايه هو الفانكشنال فود، مفهومه، طب هيفيدنا في ايه؟ هيفرق معانا ازاي؟ هل هيفرق مع الـ 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 الطفل بتاعنا او السن اللي احنا عاوزين نتكلم معاه او نعالجه، وهو بالذات النيو ايجز، وابتدوا يتكلموا عن مفهوم الفانكشنال فود وعرفوه تعريف تاني، اي دواء طبيعي او مصنع كمي او نوعي بحيث ان هو يقدر يؤدي لي فوائد صحيه معينه مثبته وموثقه. يعني حضرتك بتتكلم على غذاء هيكون ليه وظيفه علاجيه ووقايه من الامراض. هي كانت وقائيه الى ان خرج هذا المؤتمر وقال ان مش بس الغذاء الوظيفي دوره وظيفي، دوره ان هو يعمل وقايه، لا ده كمان ممكن يتعدى الدور ده في بعض الامراض ويكون كعلاجيه. ده يمكن سمكي كده او ببساطه هو العلاج الوظيفي عشان مشاهدينا كلهم يبقوا عارفين. بشكرك دكتور سامح. دكتور محمد خليني اطرح عليك سؤال مهم جدا، هو ايه الدافع وايه اللي خلى شركه دوليكس لاب تعمل او تبذل مجهود في انها تنقل هذا المصطلح الجديد والمفهوم الجديد لمصر وللمنتجات العربيه؟
يمكن دكتور مختار النهارده لو جينا نتكلم على شركه بيروكس لاب وليه احنا فكرنا في ان احنا ننتج النهارده منتجات بالمواصفات دي او الذكاء الوظيفي بمعنى اصح، ده يمكن النهارده مش وليد اللحظه. وليد النهارده المجتمع المصري بقى بيعاني من امراض كثيره جدا، الاطفال النهارده بقى اغلب المشاكل اللي بتواجه الام بتواجهها دايما ان هي ازاي بتاكل طفلها، طفلها دايما بيعيا، طفلها دايما يروح للدكتور. طب النهارده نهايه المشاكل دي ايه؟ نهايه المشاكل دي كل يوم امهات الاطفال. بالظبط طبعا دكتور مختار، اتمنى من كلام حضرتك ان احنا النهارده بنعاني من مشاكل كتير جدا مع الام وطفلها، لان النهارده بتروح للدكتور تقريبا مره واثنين وثلاثه في الشهر. طيب النهارده ليه انا النهارده باكل الطفل بتاعي ما اقدملوش حاجه كمان تقي شر الامراض الموجوده النهارده؟ او كمان النهارده بدل ما انا باكل الطفل بس، لا انا اكل الطفل واقدم له كمان فايده اضافيه عليه. ده يمكن كان وجود جاب في الماركت المصري النهارده، في الحته دي النهارده في الماركت المصري عملت كونفليكت شويه عند الامهات والابهات النهارده، بقوا دايما محتاجين يروحوا للدكتور. هي دايما بتعاني من مشكله الاكل مع طفلها، بتعاني دايما مع الامراض. النهارده من هنا ابتدت شركه بيروكس لاب تطور مفهوم الفانكشنال فود، بقى في وحده للغذاء الوظيفي دايما جوه شركه بيروكس لاب. فالنهارده شركه بيروكس لاب بتهتم بالغذاء الوظيفي جدا للاطفال عشان الجاب دي اللي موجوده في الماركت. يمكن احنا هينزل معانا صوره للمنتج او للفكره الجديده اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي الغذاء الوظيفي وفكره ان احنا نصل بالطعام في النهايه ليصبح بدل ما هو بس بيقي من الامراض، لا ليه وظيفه محدده وهي الوقايه كمان من الامراض. يمكن كثير من الافكار وكثير من المنتجات اللي موجوده اللي بتارجت او بتهدف الى نفس الفكره، فكره الغذاء الوظيفي. عايز حضرتك تحكي لنا عن المنتجات ديت وتقول لنا تفصيليا كده فكره، يمكن ازاي ممكن ننتقل، او يمكن كثير من الامهات بتسال ازاي ممكن تنتقل الى استخدام المكملات الغذائيه مع الرضاعه، او امتى تتنقل بالرضاعه الى المكملات الغذائيه زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشه. يمكن دكتور مختار ده سؤال مهم جدا. ازاي النهارده ايه العلامات او الساينز ممكن نقول عليها الويننج ساينز او علامات الفطام؟ مش عاوزين بس نفهم كلمه علامات الفطام، ان انا اقصد ان الام تمتنع عن ارضاع الطفل بتاعها خالص. النهارده الوين ساينس ده بيبقى ترم بيتقال او مصطلح بيتقال على ان انت تبتدي تدخل اكل خارجي سوليد فود او سيمي سوليد فود للطفل دوت، اكل وشبه صلب للولد مع الرضاعه، مع الرضاعه. لان يمكن النهارده كل المؤسسات العالميه وشركه دونكس بتنصح ان الرضاعه تستمر، رضاعه الام تستمر لاطول فتره ممكنه. اوكي طبعا مع حتى ايضا دخول الاكل الخارجي. تمام. دي جزئيه مهمه جدا. يمكن في علامتين واضحين جدا اتكلمت عليهم الناشونال هيلث سيرفيس او منظمه الناشونال هيلث سيرفيس، ان علامتين يبينوا للام ان الطفل ابتدى يدخل في مراحل الفطام. ايه هما دكتور سامح؟ بكل بساطه لو النهارده الام لقت ان طفلها بيقدر ياخد وضعيه الاعاد، اوكي، وهو طبعا زي ما حضرتك عارف ان دماغ الطفل هي اتقل جزء في جسم الطفل. تمام، فيبتدي يسندها بقى. بالظبط، لو الطفل النهارده قدر ياخد وضع الاعاد وفي نفس الوقت ده قدر يهولد او يثبت دماغه بشكل واضح او بشكل ثابت في وضع القعده دوت، ده اول علامات الفطام. طب هل يا ترى هي دي بس العلامه اللي قدامنا ولا في علامات ثانيه؟ بس علامات ثانيه مهمه. في علامه ثانيه مهمه جدا دي برضه يهمني اوضحها للام بكل بساطه، ان النهارده يكون في كوردينيشن بين يعني يكون في زي تناغم او تناظم بين عين الطفل وبين ايديه وبين بقه. بمعنى ان وانس ان هي تحط او بمجرد ما تحط غذاء للطفل هتلاقي ان الطفل عينه ابتدت تركز على الغذاء اللي موجود، ومش بس كده وايده بتتمد للغذاء دوت وبيبتدي ياخد الحاجه اللي موجوده دي ويحطها ناحيه بقه. هي اسالك يا دكتور سامح برضه في النقطه ديت، انت دلوقتي اتكلمت على ان خلاص انا بدات اخد بالي ان الولد بدا في مرحله الفطام. ايه بقى المراحل التغذويه اللي انا هبتدي بيها مع الطفل في كل فتره بعد مرحله الفطام؟ كويس قوي. خلينا اول حاجه ننهي الجزء بتاعنا اللي احنا قلناه بحاجه بسيطه جدا. الناشونال هيلث سيرفيس مش بس قالت كده، قالت ان دول المحصوصين على علامات الفطام. تمام. بس قالت جزء مهم قوي، قالت للام ما تقلقيش. لو جيتي تدي طفلك، لو انت قدرتي المراحل دي غلط وجيتي تديله الغذاء الخارجي اللي هو اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الويننج فود، جيتي تديهوله لقيت ان الطفل ده ما دخلش لسه في المرحله دي، اوتوماتيكلي وده سبحان الله هتلاقي الطفل طرد الاكل وما بلعوش.
يعني بيبقى برضه الطفل بيبقى علامه استجابه هل دخل في المرحله دي ولا لا، ودي مش حكمه ربنا. طب ندخل في جزئيه ثانيه اهم كده اللي حضرتك سالت فيها، مراحل تغذيه الطفل. بالظبط، خلينا قبل ما نتكلم عن مراحل تغذيه الطفل نعرف نقطه مهمه جدا. النهارده انت متدخل بالغذاء بتاعنا. احنا النهارده بنتكلم ان طبعا الناشونال هيلث والميديكال هيلث كونسل اتكلموا على حته المراحل بتاعه الطفل ديت، واتكلموا على حته الست مانث مايلستون او الست اشهر الفارقه في عمر الطفل. تمام، الست اشهر الفارقه في عمر الطفل. النهارده كل النيوتريشنست او كل علماء التغذيه قالوا ان هي انسب فتره نتدخل فيها بالغذاء الخارجي او الوين فود هي فتره الست شهور او عند الست شهور او اراوند الست شهور، حوالين الست شهور. يمكن كان الجزئيه المهمه جدا، في ناس تقول لك طب ليه انا ما اديش قبل كده؟ ليه ما اديش عند اربع شهور؟ ليه ما اديش عند ثلاث شهور؟ يمكن ببساطه جدا لان احنا هنلاحظ ان في حاجات النهارده ليها علاقه بتطور الجهاز الهضمي بتاع الطفل. تمام، من ضمنها مثلا البنكرياس. البنكرياس بتاع الطفل بيكون نوت فولي ديفلوب، ما اتطورش بالشكل اللي هو كامل في اداء الوظيفه بتاعته، فبالتالي ما بيطلعش الليفلز او المستوى بتاع الدايجستيف انزيمز اللي الطفل ده محتاجه علشان يستخدمه في عمليه الهضم عن الطفل الاكبر منه عمرا. دي نقطه. النقطة الثانية، بالتالي انت في كل مرحلة محتاج تدي وجبة او تدي اكل يناسب المرحلة ديت عشان يكون الاداء الوظيفي للجهاز الهضمي مناسب، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. مش بس كده، ده كمان يمكن الاسوفجيال فالف او اللي هو الصمام بتاع المريء. صمام المريء من حكمة ربنا طبعا علينا ان صمام المريء ده اللي هو الصمام اللي بينظم الحركة بين المريء اللي دخول الاكل من المريء لمعده الطفل. النهارده الصمام دوت دوره ان هو بينظم الحركه ديت، الصمام ده ما بيكونش لسه بقى كامل النمو. فبيحصل ايه؟ طبعا زي ما حضرتك عارف في حاجه اسمها سيت اب، ان الطفل نفسه بيقصد، الطفل الرضيع بالظبط ده في اللبن. تخيل حضرتك انا بديله سائل والطفل بيقصد. طب ما بال حضرتك النهارده لو دخلت الاكل سيمي سوليد او سوليد او له اكل شبه سائل او جاف، ايه اللي هيحصل؟ الصمام ده النهارده هيبقى فيه ارتجاع، هيعمل مشاكل جامده جدا للطفل، معاه ممكن الافضل انها تسبب الى الوفاه كمان، ودي مشاكل احنا مش عاوزين ندخل فيها. اوكي، فبالتالي انا النهارده بعد ست شهور بيكون الصمام ده في حاله اكتمال بالنسبه له، الطفل بيقدر يتوليريت حته البلع او التعامل مع السيمي او السيمي سوليد فود او سوليد فود. دكتور سامح بشكرك كتير على المعلومات ديت، خليني انتقل لدكتور محمد ونقطه مهمه جدا، ويمكن احنا معانا اكتر من منتج واكتر من حاجه وعاوز اخد وقت عشان افوكس عليها او ادي بعض المعلومات للمشاهدين. خلاف حضرتك على مكونات المنتجات ديت، وكل مكون من دول حضرتك تقول لي فايدته ايه والجسم بيستفيد منه ازاي. ما فيش مشكله خالص دكتور مختار. النهارده لما جت شركه دايركت فلايت تفكر في الجاب اللي موجوده في الماركت اللي كنا بنتكلم فيها، ان يعني ازاي الغذاء النهارده يبقى ليه وظيفته، يمكن اكبر مشكلتين النهارده بيقابلوا الام مشكله الاكل. الطفل يبتدي ياكل بعد ست شهور، بعد ست شهور فتره المناعه بتاع الطفل يبتدي ان هو ينزل او يقل بمعنى اصح، ودي طبعا من حكمه ربنا علينا ان هو بيوفر لنا مناعه عن طريق لبن السرسوب او الرضاعه الطبيعيه في اول ست شهور، في اول اسبوع اللي بتنزل الرضاعه الطبيعيه. انت بتتكلم على لبن السرسوب ده افضل اهم حاجه بتدي مناعه فيها، طبعا اكثر من الاف من الاجسام المضاده الطبيعيه بالنسبه للطفل في اول اسبوع رضاعه من عمره. طيب ما بال حضرتك النهارده لو في طفل ما خدش الرضاعه الطبيعيه من امه في اول اسبوع او لبن السرسوب بمعنى اصح، النهارده الطفل ده معرض زياده ليه ان هو يحصل له ديكريس في التتر بتاع الانتي بوديز او تتر المناعه بتاعه، ابتدي تتر المناعه بتاعه يتقل او يتقص. بنين الطفل النهارده كذا شكل من المنتج. حضرتك يعني لو بتتكلم على اهم حاجه من المكونات وهو لبن السرسوب اللي في المنتج اللي احنا شايفينه اكتر من شكل، وانا عايز حضرتك تتكلم برضه على تفاصيل كل واحد منهم، بس النقطه المهمه حضرتك اشرت ليها وهو لبن السرسوب، بتتكلم على اللبن السرسوب والمناعه عند الطفل. بالظبط بالظبط دكتور مختار. النهارده المشكله الثانيه اللي بنعرض لها الطفل مشكله ان هو بيبتدي ياكل. طيب الاكل ده اول ما الطفل يبتدي ان انا انقله من مرحله الرضاعه لمرحله ان انا عايز ادخله حاجه سيمي سوليد او شبه صلبه، يبتدي ان هو يحصل له مشاكل معويه. تمام، بمعنى اصح يجي له حالات اسهال. طيب النهارده لو انا حددت الطفل المشكلتين دول انا ريحت الام من صداع كبير جدا. طيب احنا ازاي النهارده هنبتدي ان احنا نحل المشاكل دي بالنسبه للطفل عن طريق الاكسترا فيت والبسكوفيت. ده اسم المنتج. اسم المنتج الاكسترا فيت والبسكوفيت. يمكن الاكسترا فيت هي عيله مكونه من ثلاث منتجات، فيها الاكسترا فيت القمح والشوفان، الاكسترا فيت الرز والفواكه والحليب، الاكسترا فيت الرز والخضروات،
مجموعة البسكوتات هي مجموعة البسكوت ومجموعة الفواكه والحب. قبل ما ارجع للدكتور سامح عشان اعرف كل واحدة منهم بناخدها في اي مرحلة، خليني برضه اكمل مع حضرتك حديثنا عن المكونات. حضرتك قلت اول حاجة لبن السرسوب، وده ليه قيمة في زيادة المناعة عند الطفل، خصوصا في المرحلة اللي ممكن يكون المناعة فيها بدأت تقل. ايه تاني موجود في المنتج؟ لبن السرسوب مش بس كده، كمان بيبتدي ان هو يشتغل على حالات الاسهال بشكل كامل، ان هو فيه مضادات مايكروبيال ومضادات فيروسيه ومضادات بكتيريه، فبالتالي انا كده قضيت على حاله الاسهال. تمام. الحاجه الثانيه النهارده هتهم الطفل جدا، وجود الاوميجا 3 والاوميجا 6 في المنتج بتاعنا. يمكن شكل الاوميجا 3 والاوميجا 6 موجودين في منتجات كتيره جدا. طبعا المواد الدهنيه ليها قدره على زياده نشاط الجهاز العصبي وتكوينه عند الطفل. بالظبط بس المختار. النهارده وجود الاوميجا 3 والاوميجا 6 جوه المنتجات بتاعتنا بيتم بشكلها الطبيعي اللي محتاج الجسم يستفيد منه. النهارده المنتجات الموجوده في الماركت المصري بتقدم السلاسل دي بس بصوره قصيره، ودي الطفل ما بيقدرش يستفيد منها لوجود بعض الانزيمات اللي بتبتدي ان هي تحول السلاسل القصيره لسلاسل طويله اللي الجسم بيستفيد منها. النهارده الاكسترا فيت البسكوتات موجود في السلاسل بشكلها الطويل الالونجيت تشين بمعنى اصح، بالتالي الطفل النهارده بياخد السلسله اللي هو محتاجها ويقدر يستفيد بيها بدون ما يعرضه لعمليه التحويل لغياب الانزيم طبعا عنده. يبقى مكونين مهمين لبن السرسوب والمناعه العوامل الدهنيه والتكوين بتاع الجهاز العصبي عند الطفل. في حاجه ثانيه مهمه حابب توضحها؟ طبعا حته يمكن حضراتكم سمعنا دايما عن البكتيريا صديقة الانسان بتعيش دايما في المعده. ده مصطلح مهم عايزين برضو نفهمه للناس. دايما احنا في الجهاز الهضمي بتاعنا في عندنا بكتيريا صديقه الانسان تقدر تكوينها وتساعد الجهاز الهضمي في اليوم بالظبط. البكتيريا دي بمنتهى الاختصار وظيفتها ان هي بتساعد الجهاز الهضمي للقيام بوظيفته. طيب النهارده انا موفر جوه الاكسترا فيت والبسكوتات البكتيريا البنفيشيال بكتيريا او البكتيريا صديقه الانسان بالمفهوم بتاعها الدارج عند الامهات النهارده. مش بس كده، كمان البري والبروبيوتكس. البري بروبيوتكس اللي هي البكتيريا، البريبيوتكس اللي هي الفايبرز اللي بتتغذى عليها البنفيشيال بكتيريا دي. انا كان انا قدمت البكتيريا والغذاء بتاعها النهارده، يبقى بتنظم الجهاز الهضمي. احنا اتكلمنا على مكونات الدواء او مكونات الغذاء اللي معانا، الغذاء اللي هو متوازن اللي بيبقى ليه وظيفه، فبنتكلم على غذاء الوظيفه. احنا اتكلمنا على لبن السرسوب ودور المناعي، الاحماض الدهنيه الاوميجا 3 والاوميجا 6 ووظيفتهم في تقويه الجهاز العصبي وبنائه عند الطفل، وكمان اتكلمنا على البكتيريا صديقه للانسان. ايه تاني موجود في المكونات الغذائيه المتوازنه اللي ليها وظيفه عند الطفل؟ نكمل هاله الحمايه بالنسبه للطفل النهارده بوجود الفيتامينات والمعادن. النهارده مفيش طفل النهارده مش محتاج فيتامينات ومعادن اساسيه. يمكن النهارده الطفل بتاعنا محتاج كالسيوم، محتاج حديد، محتاج فيتامينات ومعادن اساسيه. دي نقطه مهمه. احنا دايما بنيجي نتكلم مع الامهات او الامهات اللي بنشوفهم عندنا في العياده دكتور محمد، دايما يجوا يسالونا هم بياكلوا الطفل بصوره كويسه بس تبقى حاسه ان في حاجه ناقصه، فتيجي تقول لي طب اكتب له عايز له فيتامينات. بالظبط. تكمله كلام حضرتك دكتور مختار النهارده، وتاكيدا علينا الامهات النهارده كلها بتدور على الفيتامينات. النهارده الاكسترا فيت والبسكوتات موجود فيهم 13 فيتامين و9 معادن اساسيه. والنهارده ده اغنى منتج موجود في الماركت المصري في 13 فيتامين و9 معادن اساسيه. تمام. النهارده في عندك حديد، في عندك كالسيوم. النهارده الفيتامينات لو جينا نقسمها هنلاقي ان في فيتامينات بتدوب قابله للذوبان في الميه، وفيتامينات قابله للذوبان في الدهون. يمكن جسم الانسان ما بيقدرش ان هو يخزن الفيتامينات القابله للذوبان في الميه. يمكن احنا دايما نقول، خليني ارجع لحضرتك دكتور سامح، دايما نقول ان في كل مرحله في مرحله تغذيه الطفل يبقى في فيتامينات معينه الجسم بدا تنقص عنده ومحتاجها، بحيث انا لازم في الفتره دي اديها له. فانا عايز حضرتك تقول لنا كل منتج والمرحله اللي بديها للطفل فيها. دلوقتي يمكن احنا بنتكلم عن المراحل بتاعت التغذيه بتاعت الطفل، من اول لما بيدخل في مرحله الفطام، فطام الاكل اللي هو الوينينج فود، يدخل مع الرضاعه الطبيعيه. بنتكلم النهارده مينلي عن ثلاث مراحل اساسيه، او في الاساس عن ثلاث مراحل اساسيين. يمكن اول مرحله وثاني مرحله في بينهم جزء كبير جدا من التداخل. احنا بنتفق ان كده كده اول مرحله بتبدا عن 6 شهور. تمام. معايا؟ طب اول مرحله بندي فيها ايه؟ وتاني مرحله يا ترى ازاي بتتداخل مع المرحله الاولى؟ المرحله الثانيه بتبدا ما بعد ال6 شهور. ممكن ام تيجي تقول لي يعني ايه ما بعد ال6 شهور؟ يعني النهارده عن 7 شهور ولا 8 شهور ولا بتيجي بعد اول اسبوع من 6 شهور؟ احنا النهارده لما بنتكلم مرحله ما بعد 6 شهور، اي حاجه بعد 6 شهور ان شاء الله باسبوع. اهم حاجه الطفل يكون دخل على البادئ اللي هو المرحله الاولى. ايه هو البادئ او المرحله الاولى؟ لما النهارده بنتكلم عن حاجه زي الاكسترا فيت، قمح وشوفان مع حليب، ده هو يمثل المرحله الاولى للطفل. تمام. اوكي. المرحله الاولى دايما كل علماء التغذيه بينصحوا ان المرحله الاولى بيتاخد فيها بوادئ. بوادئ اللي هي ايه؟ اللي هي قمح
بلين سيريالز، البلين سيريالز ياخد فيها القمح، ياخد فيها الرز، ياخد فيها الشوفان. بعد كده ممكن ندخل للطفل قمح ولبن، رز ولبن، تمام، قمح وشوفان. اهم حاجه ان هو يبدا بالبادئ. جميل. بعد المرحله دي، بعد المرحله الاولى الطفل اتعود، قال لي خلاص انا اقدر ان انا اخد الوينينج فود دوت او الفانكشنال فود بتاعنا اللي هو مختلف عن كل الوينينج فود اللي موجود في السوق، اقدر اخد بقى السيريال ديت. اخدها ازاي؟ ممكن النهارده ابتدي ادخله النهارده. فدي كانت بقى المرحله الثانيه، المرحله شهور ثانيه، المرحله الثانيه ما بعد 6 شهور. اي بقى وقت ما بعد 6 شهور اقدر النهارده ادخله ايه؟ ادخله النهارده مثلا زي ما حضرتك كده شايف خضروات مع ارز مع لبن، واقدر ادخله فواكه مع رز مع رز مع لبن. تمام، دي نفس القصه. طب هل انهي النهارده الافضل بالنسبه للام؟ هل الافضل بالنسبه للام ان هي تبدا مع خضروات ورز مع لبن، ولا فواكه ورز مع لبن؟ برضو دي نقطه مهمه جدا. اول حاجه يهمنا ان احنا ندخل بالخضروات الاول عشان طعمها لسويكي اقل، سكريه، السكريه اقل يبتدي يحبها بالظبط، يبتدي يتعود على المنتج من خلال الحاجه اللي سكريات اقل. لانك لو بدات بالفاكهه خلاص النهارده هيبقى النهارده بالنسبه للطفل المستثمر اكتر هو الفاكهه، فهياخده. هنعمل ايه المايكرو؟ ما تبداوش بالمسكر، بالظبط، حاجه عالي سكريات الطفل ياخد عليها، وبعد كده بدخل في المسكر. بالظبط بالظبط، دي جزئيه ثانيه. فالنهارده نبتدي ممكن ندخل ساعتها على ايه؟ بس اللي هو بقى الفواكه، برز الفواكه مع حليب. دي نقطه مهمه جدا، دي برضو من ضمن المرحله الثانيه. فبتدي المرحله الثانيه انا هشكل، بس خلي بالنا المرحله الثانيه دي لازم يكون فيها المنتج بتاعنا الهوموجينيستي بتاعته او درجه التجانس بتاعته عاليه قوي، يعني يكون تداخل ما بين حاجه بحاجه، ما يكونش فاشل عشان معده الطفل تقدر تهضمه، وده اللي بيوفره المرحله الثانيه. طب المرحله الثالثه امتى؟ هل برضو في تداخل؟ لا، المرحله الثالثه بتبقى ويل ديفايند شويه، بمعنى ان انا ساعتها اقدر ادخل على مرحله ان انا ادي الطفل بسكويت، او مع البسكويت دوت اديله قطع فاكهه معمول البروسيسنج اللي معمول عليها او درجه التصنيع اللي معمول عليها مش درجه كبيره قوي فبتكون خشنه، او العسل يقدر يدخل برضو. والمرحله دي بتكون في ناس بتقول من اول من بعد السنه، وفي ناس بتقول ده من اول 9 شهور اقدر اديه. دكتور سامح بشكر حضرتك كتير على هذه المعلومات في اقل من نص دقيقه. دكتور محمد ازاي بنحضره؟ تمام، النهارده اللي جاي نتكلم على طريقه تحضير الاكسترا فيت والديسكو فيت بمنتهى البساطه، هيوفر كوست كبير جدا وتكلفه كبيره جدا على الام. النهارده بيتحضر كله بالميه الدافيه، تمام، فبتوفر النهارده تكلفه كبيره جدا على الاسره المصريه. بس بنفتح العبوه ونحطها على ميه دافيه. بالظبط، بتتحضر الوجبه الطبيعيه جدا من 35 من 5 من اول 25 جرام ل 35 جرام. اللي هيطمن الام النهارده ان كثافه البودر النهارده عندنا عاليه جدا، فبالتالي العلبه النهارده هتقعد معاها فتره اطول. بالتالي كمان النهارده حضروا بميه دافيه. المنتج بتاعنا سكرياته اقل جدا، مفيش فيه اي نوع من انواع السينثيتك فليفرز، وده مش هيلمع. بالظبط جدا. يمكن الام النهارده اتعودت والطفل اتعود معاها على الحاجات السيريالز اللي فيها سكريات. النهارده المنتج بتاعنا طبيعي جدا، وده اللي هيطمن الام عليها، مش هننمي عنده احساسه بالدهون اللي بتطلع، فبالتالي انا بقلل عنده احساس السكريات دي، فبالتالي النهارده هيبقى صحي جدا 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 بالنسبه له. دكتور محمد مجدي منسق علاقات التسويق لشركه دوليكس لاب للادويه، بشكر حضرتك كتير على هذه المعلومات الجميله. دكتور سامح مرسي المدير التنفيذي لوحده التغذيه الوظيفيه لشركه دوليكس لاب، بشكر حضرتك كتير على هذه المعلومات. ده نورك يا دكتور سامح. اعزائي المشاهدين، يا رب نكون استفدنا من هذه المعلومات. انتظرونا بعد الفاصل، منتج جديد وفكره جديده، خليكم معانا عشان تعرفوا حاجات اكيد هتفيد صحتكم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، نستكمل برنامجكم المفضل قصه دواء. دواء بنعرف استخداماته واهميته وفكره انتاجه، وبعدين ايه اهميته في حياتنا، ازاي ممكن نستخدمه بحيث فعلا يكون ليه تاثير جيد مفيد، يغير من طريقه حياتنا، ممكن يغير من شكلنا، ممكن يغير من صحتنا بصوره كامله. بيشرفني دكتور محمد سلام، ممثل التسويق بشركه ماكرو الادويه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بحضرتك.
خلينا نخش في الموضوع على طول واعرف من حضرتك ايه المنتج اللي شركه ماكرو مميزه بيه. تمام، خليني طبعا اول ارحب بحضرتك وبشكر حضرتك على اتاحه الفرصه دي ليا ولشركه ماكرو، وارحب بالساده المشاهدين. فكره المنتج او البرودكت اللي معانا النهارده هو الزيرول كريم. الزيرول كريم هو للتخلص وازاله الندبات. تمام، زي ما باين من اسمه يعني هي كلمه زيرول دي جايه من زيرو، ان احنا تقريبا بنقضي على اثار الندبات خالص. خليني برضه اوضح لحضرتك وسام المشاهدين يعني ايه ندبات. الندبات هي الاثار اللي بتظهر بعد اي بقى سواء جرح او حروق او اي لا قدر الله اي حادث، الاثار اللي بتظهر خلال عمليه التئام الجلد هي دي اللي بنسميها ندبات. طبعا الندبات في منها انواع كتير، بس خلينا نتكلم عن نوعين اللي هو الزيرول كريم بيستخدم في علاجهم وتحسين شكلهم. تمام، هي اول نوع اللي هو الهايبرتروفيك سكارز او بنسميها الندبات البارزه، وتاني نوع التلويد سكارز اللي بنسميها الندبات التكاثريه او الندبات الجبريه. وسبحان الله انت بتتكلم على نوعين، يعني تخصص كبير قوي في الجراحه على جراحه التجميل، وازاي نقفل الجروح بحيث ما تسيبش سكار او ما تسيبش ندبه. فحضرتك بتتكلم على نقطتين مهمين، وهي الحاجات اللي احنا مهما عملنا لازم بيطلع بعدها تشوه او صوره غير مرضيه للندبه. بالظبط، بتتكلم على هايبرتروفيك سكار او تزايد في التشو او في الجلد وهو بيقفل الجرح، او لا قدر الله عيب خلقي بيزود جدا من الجلد وهو بيقفل. بالظبط، تمام. بس لو اتكلمنا على الفرق حتى ما بين الهايبرتروفيك والكيلويد سكار، او الهايبرتروفيك زي ما قلنا اللي هي الندبات البارزه، والكيلويد اللي هي التكاثريه، الفرق بينهم ان الهايبرتروفيك سكار او الندبات التكاثريه دي بتظهر بعد وقت قليل من الجرح، بل على عكس الكيلويد او على عكس الندبات التكاثريه اللي بتاخد وقت شويه عقبال ما تظهر، ما تظهرش على طول. تاني حاجه ان الهايبرتروفيك سكار علاجها اسهل، لان هي باي تايم او يعني مع مرور الوقت هي طبيعي الارتفاع بتاع السكار بيقل، على عكس الكيلويد حتى من حيث الشكل الجمالي او الشكل اللي بيأثر على المريض بتاعنا، الهايبرتروفيك سكار بيبقى حجمها متناسب مع حجم الجرح، يعني لو الجرح صغير حجم السكار نفسها او حجم الندبه نفسها بيبقى صغير، بس الفلويد بيبقى على عكس الفلويد بالظبط بيبقى اكبر وبيخش على يعني بعيدا حتى عن المنطقه اللي كان فيها الجرح. طب احنا بنتكلم على حاجه تجميليه، حاجه فعلا لما بيبقى فيه جرح الشكل بيتأثر، ساعتها المريض بيبقى بكل طريقه بيحاول يبحث عن يداري هذا الشكل ويرجع الجلد بصوره طبيعيه، خصوصا لو كان الجرح في منطقه ظاهره، خصوصا لو كانت انثى. بالظبط، ايه الفكره المميزه في الدواء؟ تمام، هو خلينا نتكلم على علاج الندبات. اولا هو احدث او الترند او طرق العلاج، احدث حاجه دلوقتي اللي الاطباء بيستعملوها هي السيليكون. السيليكون يمكن الانترناشونال كلينيكال ريكومنديشن او التوصيات الدوليه قالت على السيليكون ان هو الفيرست لاين of non-invasive treatment. non-invasive يعني غير جراحي، هو الفيرست لاين يعني خط العلاج الاول. ده انترناشونال كلينيكال ريكومنديشن، يعني مفيش كلام ان السيليكون ده هو خط العلاج الاول. طيب هل السيليكون ده موجود عندنا في الزيرول كريم؟ ده احنا ما عندناش نوع واحد كمان من السيليكون، ده احنا عندنا نوعين من السيليكون اللي هو الليكويد سيليكون والدايمسيكون كوبليول. طيب اتفضل، الليكويد سيليكون يعني سيليكون سائل، وايه المنتج الثاني؟ الدايمسيكون كوبليول هو نوع من السيليكون، لكن هو وظيفته الرئيسيه ان هو بيساعد السبريدنج او بيساعد لما حاجه تيجي تفرد الكريم على مكان الجرح، بيساعد يعني بيساعد ان حضرتك تفرده من غير ما يعمل فقاعات او حاجه، فبيساعد على الفرد. السيليكون نفسه بيشتغل ازاي؟ السيليكون بيعمل زي طبقه مسامية فوق الجلد. طبعا المسامية دي بيبقى وظيفتها حاجتين، اول حاجه هي الحمايه ان هو بيحمي الجلد من اي تلوث، ثاني حاجه زي ما بقول لحضرتك هي طبقه مسامية، يعني بتسمح للجلد انه يتنفس، وفي نفس الوقت بتحافظ على رطوبه جوه الجلد. زي الصوره اللي موجوده معانا على الهواء بالظبط، هي دي يمكن الصوره دي، هي دي هايبر تروفيك سكار، ده النوع الاول من ده النوع اللي هي الندبات البارزه، يعني حضرتك لو هتلاقي ان هي بارزه ده النوع الهايبر تروفيك سكار. فانت بتتكلم على المنتج اللي هو هنحطه بحيث يبقى في مكون السيليكون اللي هيحاول يخفف من صوره الندبه دي. بالظبط بالظبط، زي ما اتفقت هي حته انه بيخلي الجلد يتنفس، ده بيساعد على اعاده تكوين النسيج بقى بشكل مظبوط، يعني ولا بزياده بحيث الاسكار دي اللي قدامنا دي تظهر، ولا بشكل قليل فبتعمل نوع تاني من الاسكار. اللي يميز السيليكون بقى، اللي يميز الزيرول كريم عندنا غير ان وجود السيليكون، وعندنا حاجه اسمها الايمو اويل. الايمو اويل ده زيت النعام. مين زيت النعام ده؟ زيت النعام، زيت النعام ان هو غني بفيتامين اي. فيتامين اي طبعا هو ليه تاثير مضاد للالتهاب، دور انه انتي اوكسيدنت يعني، وانتي اوكسيدنت طبعا، فيتامين اي انتي اوكسيدنت بلس
او زياده على كده ان الفيتامين اي ليه تاثير قوي جدا كمضاد للالتهاب ومضاد للحكه. تمام. والالتهاب والحكه دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تزود بالظبط. والمريض دايما في اللي عنده ندبات بيشتكي دايما من الالتهاب والاحمرار بتاعها ومن الحكه. دي بقى النوع الثاني من الندبات. ده النوع الثاني، ده النوع اللي هو الاتروفيك سكار. الاتروفيك سكار دي بنسميها الندبات الغائره. دي دايما بتظهر بعد حب الشباب وبتظهر بعد البولير المائي برضه. تمام. تمام. نرجع لفيتامين اي او اللي موجود في الاي مغير عندنا، هنلاقي ان تاثير السيليكون مع فيتامين اي، الدراسات يعني اتعمل دراسه قارنت بين تاثير السيليكون وفيتامين اي على الندبات وتاثير السيليكون لوحده، لقينا ان تاثير السيليكون وفيتامين اي اقوى بشكل واضح من تاثير السيليكون لوحده. حضرتك اتكلمت في نسبه نجاح قد ايه؟ يعني ناس كتيره بتعمل عمليات جراحيه وبعد العمليات الجراحيه وبعد الجروح بيكون الشكل لا قدر الله هايبرتروفيك او الكيلويد، بتتكلم في نسبه نجاح ونسبه تاثير قد ايه؟ نسبه تاثير يعني انا الدراسه اللي بتكلم حضرتك عليها لما قارنا السيليكون وفيتامين اي مع السيليكون لوحده كان التحسن نسبه المرضى اللي اتحسنوا بنسبه 50% شكل الندبه ده اتحسن بنسبه 50% بعد شهرين بس، كان وصل ل 95% من البيشن. السيليكون لوحده كان 75%. فده باين تاثير الزيرو كريم ان احنا بيوصلنا لنسبه 95%. ده بنستخدمه بصوره يوميه؟ بنستخدمه مرتين في اليوم. يعني بنستخدمه مرتين في اليوم. اقل فقره ممكن نستخدم فيها الزيرو كريم هي بتبقى لمده شهرين، وبنستخدمه حتى 6 اشهر، وحتى لو لغايه 6 اشهر احنا حاسين ان في تحسن مستمر ممكن نكمل، مفيش مشكلة ما دام البيشنت او المريض حاسس بتحسن مستمر مفيش مشكلة ان احنا نكمل، وبنستخدمه مرتين في اليوم. يمكن المشاهد اللي بيسمع كلمة سيليكون هي كلمة جديدة شوية، كلمة يعني تمام. مش دارجة في الاستخدام او نشوفها في دواء. يمكن يتدرج كده لذهني سؤال، يمكن هل في اضرار او في حاجة ممكن تبقى سيئة من استخدام السيليكون على الجرح؟ ممكن يسوق لي الجرح اكتر والدواء نسبة مش موجودة. لا دي زي ما حضرتك قلت كده هي نسبة مش موجودة. لا بالعكس، يعني انا بقول لحضرتك هو يعني التوصيات الدولية بتقول ان السيليكون ده الفيرست لاين. فيرست لاين، وبيقولوا يمكن كلمة ثانية جولد ستاندرد. يعني الحاجة الذهبية في علاج السكورس. فلا في حتة الخوف ان يبقى فيه سايد افكتس او اثار جانبية للسيليكون، لا ده شبه منعدم يعني. فحضرتك لما بيكون في جرح بتشوف تحسن مع المرضى لما بيستخدموا لفتره قد ايه؟ يعني هنتكلم في شهرين ده الاقل حاجه. اقل ده بالظبط. التحسن البيشنت او المريض بيبتدي يحس بيه تقريبا من ثاني اسبوع. يعني من ثاني اسبوع المريض بيبتدي يحس بتحسن. التحسن ده بيظهر على شكل ايه؟ بيظهر على شكل اللون. اللون يعني حضرتك عارف دايما اي ندبه بيبقى لونها مختلف شويه عن لون الجلد، فبنلاقي تحسن في اللون، وان لون الجلد ابتدى الفرق بين اللونين المكان اللي فيه الجرح والجلد بقيه الجلد، لا فرق اللون ده بيقل. الملمس بس بتقلل الشكل، انت بتغير اللون كمان. بغير اللون، بغير اللون، لان انا كمان كنت لسه هقول لحضرتك ان في الزيرو كريم في الاونيون اكستراكت. الاونيون اكستراكت دي او خلاصه البصل بتحتوي على ماده اسمها كرستين. الكرستين دي بتاثر على اللون وبتخلي بتقلل فرق اللون بين المكان اللي فيه الندبه وما بين بقيه الجلد. بتاثر كمان على ملمس الندبه نفسها، الملمس بيبقى انعم. بتاثر وكل ده في الاخر بينعكس بقى على الشكل العام. بينعكس على الشكل العام بتاع الندبه نفسها. تمام. فانت بعد كده بتغير الشكل، بتحاول تقلل الندبه تماما وبتحاول تظبط اللون. بالظبط. حضرتك كلمت على 3 حاجات مهمين، السيليكون وفيتامين اي والاونيون اكستراكت او بالزبط. خلاصه البصل. بالظبط. ايه تاني بيبقى موجود في عندنا؟ الالموند اويل. الالموند اويل ده اللي هو زيت اللوز، ده وظيفته ان هو يعني بنسميها موتشرايزر. موتشرايزر يعني بيزود الرطوبه او بيزود نسبه الميه اللي موجوده في الجلد. زياده نسبه الميه والمحافظه على الرطوبه دي زي ما قلت لحضرتك بتساعد على اعاده بناء الانسجه واللي هي اهمها كولاجين بشكل سليم، ولا بشكل ناقص شويه اللي هو يعمل لنا حاجه اسمها اتروفيك سكار، ولا بشكل زياده اللي هو يعمل لنا حاجه اسمها هايبرتروفيك سكار، ده اللي هو ما قفلش بصوره كامله. كميه الكولاجين قليله، فبالتالي زي ندبات اللي الصوره عرضتها من شويه اللي هي بتاعت حد الشباب بتبقى غائره شويه. وعندنا الفيز واكس، والفيز واكس ده بيقوم بنفس الدور برضه ان هو موتشرايزر. بالظبط. ده بيساعد برضو على الموتشرايزنج بحيث يتم اعاده تكوين الانسجه بشكل سليم. تمام. يعني نقدر نقول ان الاستهلاك لهذا المنتج ما بيكونش ليه اي اضرار، لكن منتجاته او الحاجات اللي موجوده فيه، حضرتك اشرت ل4 حاجات، السيليكون والفيتامين اي، وقلت ان في دراسه ان لو بنستخدم السيليكون وفيتامين اي سوا بيكون نسبه الشفاء ونسبه الفعاليه افضل. بالظبط. حضرتك اتكلمت على كمان خلاصه البصل وزيت الالموند اويل. بالظبط. حضرتك بتتكلم على الحاجات دي كلها موجوده في المنتج، ولا
بتتكلم على حاجه بتتحط مع المنتج. لا لا ده هو كومباينيت يعني مزيج يعني كل ده موجود في الزيرو تري. طب في حاجه ثانيه موجوده البيز واكس يمكن انا الشمع الشمع دول الخمس حاجات اللي دول دول الخمسه اللي موجودين. حضرتك بتتكلم على استخدام بشبه يومي. استخدام يومي هو مش شبه يومي هو استخدام يومي مرتين في اليوم قلنا اقل حاجه شهرين ولغايه 6 اشهر ولو المريض بيحس بتحسن يبقى هنكمل بعد 6 اشهر. ايه مستقبل المنتج؟ ايه اللي حضرتك شايفه بعد كده ممكن يكون متطور افضل ويحاول يحسن من باقي انواع الجروح الموجوده؟ المستقبل المنتج زي ما قلت لحضرتك هو يمكن احنا هي فكره الزيرول او فكره ان احنا عملنا ميكس ما بين السيليكون وما بين فيتامين اي يعني يمكن احنا في شركه ماكرو حته الانوفيشن من اهم القيم عندنا حته الانوفيشن ان احنا بنعمل الصور بتاعه الشهادات الايزو اللي حصل عليها شركه ماكرو حركه تكمل الحديث. فحته الانوفيشن او الابتكار ان احنا بنحب نعمل حاجه جديده بنحب نضيف فاليو جديده او قيمه جديده سواء للطبيب او للمريض. فاحنا كنا يمكن اول شركه نزلت شركه ماكرو اول شركه نزلت الكومباينيشن ده مع بعض او المزيج ده مع بعض يعني يمكن كان في منتجات في السوق او في الماركت سالك كل واحد شهادات الايزو على الهواء وحضرتك دكتور محمد سلام على شركه بالظبط احنا شركه ماكرو طبعا هو المصنع حاضر على شهادات الايزو هو اكبر مصنع في مصر واول مصنع كوزموسيتيكال. كوزموسيتيكال يعني منتجات دوائيه ليها اثر جمالي بالظبط حاصلين على ثلاث شهادات ايزو ودايما بنهتم جدا بالكواليتي يعني والايزو ده طبعا شهادات ايزو دي بتاكدها تمام. وتاني حاجه السيفتي لان احنا كل الانجريدينتس او كل المواد الفعاله اللي عندنا مواد طبيعيه فبالتالي ما بقاش فيه اي اثار جانبيه ويمكن شعارنا تراست ماكرو تراست نيتشر يعني زي ما انت بتفكر في الطبيعه في ماكرو. محمد سلام ممثل التسويق بشركه ماكرو يمكن في عندكم منتجات ثانيه ان شاء الله في حلقات ان شاء الله فيها. اعزائي المشاهدين والمشاهدات نتمنى ان نكون قد امددناكم بمعلومات كافيه وافيه. في البدايه تحدثنا سويا عن التغذيه العلاجيه المتوازنه وكمان ازاي نقدر ندي لاولادنا قيمه غذائيه في مرحله الطفوله بحيث نصل بيهم مش بس للوقايه لا كمان لعلاج الكثير من الامراض. اترككم في رعايه الله وامنه ينتظرونا يوم الاربعاء القادم ساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة برنامجكم قصة دواء. السلام عليكم.